طيب حاجة. انا علاء برج العقرب 15/11، عايز اعرف مواصفات البرج وايه الجديد في حياتي. العقرب عنده ماديات هتجيله الفترة ديت. برج العقرب سواء راجل او بنت الفترة ديت عندهم الحالة المادية عندهم هتظبط. اوكي. وهو كمان عقرب قوس، بس يمكن هو عشان عقرب قوس اخر 10 ايام القوس مأثر عليه شويه. لان لما بيكون في حاجه حلوه، يعني لما بيكون في برج واخد من برج اللي قبله او اللي بعده، والبرج اللي هو مش بتاعه اللي هو واخد منه مش حلو، بيأثر عليه جامد. فيمكن اللي مأثر عليه القوس. تمام.